الفصل الشريف بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان ولي العهد للهجن على بركة الله. متابعينا مستمعينا الأفاضل، انطلق شوطنا الثالث للحقائق الإبكار في هذا المساء، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. انطلقت الأسماء والشعارات الباحثة عن الناموس في هذا المساء. نتقدم مباشرة متابعينا مشاهدينا الأعزاء مع أول الأسماء. عجايب عجايب مع المركز الأول، من تنطلق مع المركز الأول مع أول الأسماء بشعار شاكر بن عطا الله القرشي، يقدم لنا عجايب مع أول الأسماء وأول التحديات باحثا عن النوماس في هذا المساء. ولكن راقبوا راقبوا الوصول، راقبوا من فرقت الصفوف وانطلقت إلى أول الأسماء. يا سلام يا الشاهينية، علي بن ناصر بن جابر آل غفران المري يقدم لنا الشاهينية مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من الظبي أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي يقدم لنا الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من قبل المنذرة حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتواصل مع منذرة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مخيفة سعيد بن سعد الجهني يقدم لنا مخيفة مع المركز الرابع. المركز الخامس ضار يحيى اليامي، ضار يحيى اليامي بشعار سالم بن حسين بن سالم آل صبيح اليامي يقدم لنا ضارية مع المركز الخامس. وأيضا شعار المكتشف واصل، شعار المكتشف واصل مقدم لنا الظبي محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران مقدم لنا الظبي. ولكن العودة إلى بن بيشان، إلى بن بيشان، إلى راعي المغزل يقدم لنا منذرة مع أول الأسماء. ولكن غيرت في هذه اللحظات، غيرت مع المركز الأول. هنالك ضارية سالم بن حسين بن سالم اليامي يقدم لنا ضارية 1200 ما تبقى عن النوماس، ما تبقى عن الانتصار. ولكن يا سلام يا الظبي عبد الله بن غريب بن مسهوج العنزي يقدم لنا الظبي الكيلو الأخير، الكيلومتر الخطير. وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثالث سهم محمد بن حسين بن علي العجمي وأبناء ميدان الشهيد أبناء الكويت. ولكن أبناء التحدي واصلين مع صدى، صدى البريدي، صدى حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. أهل الدوحة، أهل الدوحة وأهل المملكة وأهل الكويت وأهل الكويت وأهل الإمارات. يا سلام يا سلام، انطلقت صدى الظبي وصدى، الظبي وصدى العنزي والبريدي. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة ما بين صدى ما بين الظبي. ولكن أهل ميدان التحدي، أهل الدوحة، أهل الشحانية، أبناء الشحانية مع شعار البريدي، مع شعار ممثلهم، ممثلهم الدايم يقدم لنا صدى، صدى، صدى بصدى البريدي، بصدى البريدي في جميع ميادين الخليج يقدم لنا صدى. ولكن راقبوا، راقبوا الوصول من غزلان، غزلان العنزي واصل، العنزي واصل. ولكن صدى الأمتار الأخيرة، النوماس حاير، النوماس حاير ما بين صدى ما بين غزلان. ولكن صدى، صدى البريدي، صدى البريدي راعي مبلش، راعي الإنجازات. هذا الشعار التاريخي يقدم لنا صدى. سلام يا البريدي، سلام، سلام إلى أبناء الشحانية، سلام. المركز الثاني كانت غزلان
فواز بن مهجع بن عليان العنزي المركز الثالث، كانت الفايزة عبد الله بن غريب بن مسعود العنزي المركز الرابعة، كانت سهم محمد بن حسين بن علي العجمي المركز الخامس، جدل مشعل بن ملوح العنزي. تهانينا والنوماس متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان لمالك صدى حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، من قدم لنا صدى في هذا الشوط، ومن ذهب بالسلامات إلى أبناء الشحانية، إلى أبناء التحدي. 4:47، 88 جزء من الثانية. تهانينا والنوماس لمالك صدى حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي المركز الثاني. كانت غزلان فواز بن مهجع بن عليان العنزي 4:49، 61 جزء من الثانية. تهانينا والنوماس المركز الثالث، كانت الفايزة عبد الله بن غريب بن مسعود العنزي 4:51، 34 جزءا من الثانية. تهانينا والنوماس متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان لمالك صدى حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، من قدم لنا صدى بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المميز مع شعار البريدي، من ذهب بالسلامات إلى أبناء ميدان التحدي، ميدان الشحانية، إلى أهل الدوحة، من هنا من على أرضية ميدان الطائف في أغلى المهرجانات وأقواها، مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن العربية الأصيلة، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نرحب بجميع المشاركين، نرحب بجميع الحاضرين من أجل المشاركة، نرحب بأبناء قطر وأبناء الكويت وأبناء البحرين وأبناء الإمارات العربية المتحدة.